مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنين تليفوناتكم على أرقام التليفون الظاهرة قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة واسألونا على أي حاجة طبعا حابين إن احنا نجاوب عليها. وما تنسوش طبعا كل الوصفات والحلقات اللي احنا بنعملها بتلاقوها على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا طبعا ترجعوا لها في أي وقت. النهاردة هنعمل أول وصفة كده، وصفة حلوة جدا كلها كده في حلة واحدة وفيها كل حاجة. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول وصفة هنعمل عندنا رز باللحمة والبطاطس، بجد حاجة حلوة جدا وسريعة وصيفي جدا ان انتوا تعملوا اكلة سريعة كده بمكونات بسيطة. عندي لحمة مفرومة، استخدموا اي وزن انتوا عايزينه، انا هنا مستخدمة حوالي ربع كيلو مش اكتر من كده. وعندي كمان بصل مفروم، كزبرة، كركم، كاري، بهارات وملح وفلفل وشرايح بطاطس ورز بسمتي وبسلة. هقول تاني المقادير. عندي للرز باللحمة وبالبطاطس عندي لحمة مفرومة أي وزن، أنا مستخدمة حوالي ربع كيلو. وعندي كمان بصل مفروم، كزبرة وكركم وكاري وبهارات وملح وفلفل وشرايح بطاطس ورز بسمتي وبسلة. تمام، تعالوا كده إيه أول حاجة هنشتغلها. هنبدأ ان احنا نسخن مية كده زي ما انتوا شايفين وهسلق الرز بتاعي. انا هشتغل برز بسمتي، لو انتوا هتشتغلوا برز مصري ما تعملوش خطوة السلق دي وهتفلفلوا الرز عادي خالص، تمام؟ او لو عندكم رز بايت من قبلها بيوم تقدروا تدخلوه في الوصفة دي وتحيوا الرز بتاعكم من اول وجديد كأنكم لسه عاملينه. يبقى احنا لو هنشتغل برز بسمتي بس هو اللي انا هسلقه. طب لو انا هشتغل برز مصري هسويه هفلفله عادي، بعمل رز ابيض، او لو عندي رز بايت هشتغل بيه وهحييه كده في وجبه او يعني وصفه من اول وجديد. خلاص عندي الميه بتغلي، هبدا ان انا احط الرز بتاعي واحط الرز في ميه كتير، مش عايزه افلفله انا عايزه اسلقه. فهخلي الميه اكتر من الرز حوالي يعني مرتين كمان، ضعف كميه الرز تبقى كميه كبيره. خلاص يعني انا هزود برده شويه ميه كمان اهو. وحابين تحطوا ورق لورا او حاجه ممكن تحطوا في الميه بتاعه السلق لو تحبوا تعملوا كده. تمام، طيب تعالوا بقى ايه نطلع كده. اسلام شوف الفرن استاذنك. وهنحط بقى شويه زيت اهو، وهنبدا نشوح البصلايه. خلي البصلايه تصفر كده، عايزه البصلايه كده تصفر معايا، واحط عليها شويه بقى الكركم والكاري، تمام، وشويه كزبره ناشفه. مدام زيزي صباح الفل، وشويه البهار. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الله يخليكي، تسلم يا حبيبه قلبي. لا مش اسبوع، والله ما فيش اسبوع. ايوه ده اكتر من اسبوع بالنسبه لنا. لا مش اسبوع، احنا الخميس بس اللي خدنا اجازه والجمعه والسبت. شوفي بقى الخميس ده والنهارده حد كتير. حبيبتي الله يخليكي، تسلمي تسلميلي. ودايما منوره وكتير. الله يخليكي وسعيده يا حبيبتي، منوره دايما يا حبيبتي. تسلميلي يا حبيبه قلبي، تسلميلي. سلامي لحبايبنا كلهم. شكرا يا حبيبتي. وكل الجروب بتاعنا الجميل ومجموعتنا الجميله كلهم. حبيبتي حبيبتي وسلم عليهم كلهم. اه والله حبايبي من ام هاني ام يوسف ام درامي ام طاري ومصالح وكتير ورشا كل الناس، مش عايزين ننسى حد، كل الناس، ام مي وام محمد وناس كتير. ايوه ام مينا وكلهم حبايبنا. حبيبتي ان شاء الله يكلمونا كده نسمع صوتهم. صباحك زي الفل. صباحك فل يا روحي. صباحك جميل يا حبيبتي. بصوا البصلايه بقى حطيت عليها ملح وفلفل، حطيت سوري الفلفل الاسود ما حطيتش لسه ملح، وكاري وكركم وشويه كزبره اهو. احط شويه الفلفل الاسود واحط ملح اهو، وحطيت شويه بهار برده معاهم. خلاص البصلايه كده اصفرت واتحمرت، هبدا احط عليهم اللحمه المفرومه. انا هنا هشتغل بحوالي زي ما قلت لكم ربع كيلو، اشتغلوا بالكميه اللي انتوا عايزينها براحتكم خالص. هبدا ان انا كده ايه اشوح. ملك صباح الفل. انا ازيك يا شيخ؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟
حلو كله داي... كله زي الفل. والله وحشتني يا شيخي امبارح وقوي. الله يخليك يا حبيبتي، تسلميلي تسلميلي. وانتي بتلبسي اللبس احلى من كل مره. تسلميلي يا حبيبه قلبي والله، شكرا ليكي والله. صباح الخير على الفل. اللي ايه يا حبيبتي؟ سلامي يا عمي حسين مغور. انا الصوت معلش مش واضح، ممكن تقولوا لي بس عشان لو مش سامع؟ معلش الشبكه مش حلوه فمش سامعاكي كويس. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. بصوا انا هحط بقى معلقه زيت برضو على الرز اللي بيتسلق. احنا اتفقنا احنا بنسلق الرز، فانا مش عايزاه يعني يتفلفل، انا بسلق الرز اهو. عايزه الميه تبقى كميتها كبيره، بياخد حوالي 7-8 دقايق تمام، وببدا ان انا اخرجه بعد ما يتسلق اهو تمام. ميه تبقى اكتر من الرز يعني مرتين ونص او اكتر كان مفيش مشكله، ميه سلق مش ميه عشان نفلفل بيها. وحطيت معلقه زيت كده عليها وتمام. دلوقتي بقى ايه، هنقلب اللحمه المفرومه كويس جدا مع البصلات. يبقى انا حطيت شويه زيت وبعد كده نزلت بالبصلايه المفرومه وحطيت عليها ملح وفلفل وحطيت كاري وكركم وشويه كزبره ناشفه وشويه بهار خلاص. وابتديت كده اقلب اللحمه لحد ما تتعصج كلها وتبقى متعصجه عندي، والرز الناحيه الثانيه بيتسلق تمام كده اهو، لحد ما كل اللحمه عندي تتعصج وتبقى تمام قوي اهو. بعصج كده كل الكلام ده مع كل البهار واللحمه والبصل والكلام ده كله تمام. بصوا انا هنا في شويه كزبره على شويه بهار على شويه فلفل اسود اهو على شويه ملح، نفس البهارات يعني عندكم بقيه كاري وكركم ماشي حطوهم اهو، هقلبهم عشان دول هتبل بيهم البطاطس اللي احنا برضو هنبدا ان احنا نشوحها. خلاص كده اهو هطلع كده اللحمه المفرومه في طبق، هنجيب كده طبق نطلع فيهم اللحمه المفرومه. كده هطلع اللحمه المفرومه اللي اتعصجت في نفس الحله، هبدا ان انا انزل البطاطس، بطاطس كده ترنشات بالشكل ده، هحط عليها شويه البهار اللي احنا حطيناه وهقلب اهو بالشكل ده، ادي كده تشويحه لكل شرايح البطاطس اهو كده بالشكل ده. بصوا هنقطعها الشرايح رفيعه بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، هبدا احط شويه ميه قليله جدا. بصوا انا هرص كده البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما شوحته تمام، وهحط شويه ميه صغيرين كده اخليهم يعني يستووا شويه. رشا صباح الفل والعسل، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ حبيبتي اسماء وحشتيني. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي والله تسلميني. عامله ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل، كله جميل والله يا رب قلبي. دايما يا حبيبتي الله يخليكي. بقول لك اسماء بقى اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت مطلعه هعمل كباب حله. اوكي تمام. وعندي رز بايت زي ما بتقولي، رز بشعريه. تمام. عايزه اغير بقى، قولي لي وصفه كده. خلاص ممكن يعني تعملي الوصفه دي يعني، وتعملي تعمليها بالبطاطس وتعملي معاها فلفل وبسلة والكلام ده كله، وتعملي اللحمه على بره يعني بعيد عن الرز بالبطاطس والكلام ده كله. هشرح يعني لك دلوقتي. قولي لي طب اللحمه انا كنت مقطعاها صغيره يعني ماشي. على اساس ان انا هعملها كباب حله. طيب. هل استفيد منها بحاجه ثانيه؟ قولي لي حاجه حلوه كده. هقول لك على وصفه لطيفه، ممكن الوصفه اللي احنا بنعملها دي حالا ممكن تعمليها بقطع اللحمه بدل اللحمه المفرومه، ممكن تعمليها بقطع اللحمه اللي عندك، بس الفرق ان انت بدل وانت بتعصجي، احنا اللحمه المفرومه عصجناها، اللحمه الثانيه بقى هتبقى محتاجه سوى شويه، فبعد ما نشوحها هتبقى محتاجه تزودي لها شويه ميه تستوي. خلاص احط الطماطم مثلا او حاجه زي كده، بعد البسله بصي بعد بطاطس. بعد ما تستوي هتقومي حاطه البطاطس زي ما انا عامله كده وشوحتها بالبهارات، وبعدين حطيت لها شويه ميه، هسيبها تستوي شويه وبعدين هتحطي اللحمه عليها، وهنعمل الطبقات اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي.
ممكن تمام. اشوح البطاطس، ممكن بطاطس مع فلفل مع طماطم مبشوره ينفع يعني، او طماطم حلقات تنفع، مفيش مشكله خالص. لا ممكن اشوح البطاطس مثلا قبل ما احطها عشان ما تبقاش زي المسلوقه. ما احنا شوحناها شويه في الدهون اللي كانت نازله. لا لا احمرها، لا ممكن. انا اقصد اديها تحميره يعني طبعًا. مثلا طبعا ممكن تحمريها، مفيش مشكله خالص. ممكن تمام. انا النهارده بس حبيت ان احنا نعمل كله كده في حاجه واحده في السريع، عشان يعني بعمل وصفات اليومين دول، عارفه ناس كتير بتسافر وكده بتبقى محتاجه وصفات سريعه يعني كله كده على بعض في السريع. والله تسلم ايديكي وتسلم إسلامي. كل حاجه بتعمليها والله، وتسلم وقفتك، وبصبح على كل حبايبي والله، مش عايزه انسى حد، وماما احلام ومرامي ومهاني اسلامي ومدام بيدي كل حبايبنا كلهم، ام يوسف طبعا وحشونا جدا يا حبيبتي، ربنا يديكي الصحه يا حبيبتي والله. اسلامي يا حبيبه قلبي، شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى البطاطس انا مقطعه ترانشات رفيعه خالص بعد ما شوحتها وحطيت شويه ميه، هبدا انزل اللحمه المفرومه بالشكل ده اهو بكل البهاريز اللي فيها اهي، هوزعها كده اهو كده، هوزع اللحمه المفرومه كده بالشكل ده اهو كده، وهبدا بقى اجيب الرز اللي احنا سلقناه اهو، الرز كده عندي اتسلق تمام مظبوط جدا، بصوا اهو كده، هبدا بقى ايه احط، ماشي احنا بس ما حطيناش ما زودناش ملح على السلق بتاع الرز، فخليني احط الملح كده واديله تقليبه ونكمل. هصفي كده، احنا اتفقنا السلق يبقى للرز البسمتي بس، لو هنشتغل برز مصري مش هينفع نسلقه، خدوا بالكم الموضوع ده استاذنكم عشان ما يبص معاكم. الرز الابيض يا يكون مستوي قبليها يا يكون رز بايت تشتغلوا بيه مفيش مشكله خالص، لكن لو كسلق هنشتغل بس للسلق في الرز البسمتي. خليني كده ايه اوزع ده كده، خليني بقى اصفي دول كده ورا عشان ناخد كل الرز احسن كده اهو كده، هحط بقى بقية الرز بالشكل ده، هوزع كده الرز، ممكن تجيبوا بقى مكعب مرقة كده وتقوموا مدوبينه وحاطينه كده مشربين شوية كده، مش عايزة بقى مية كتير خالص، أنا عايزة البطاطس تحت تطلع البخار بتاعت المية بتاعتها، وممكن نحط نص معلقة مثلا من نص كوباية سوري من المرقة لو عندكم مرقة، حط البسلة المسلوقة كده اهو، ادي تقليبة. بصوا انا قصدة جدا ان احنا نشتغل في حلة واحدة عشان حاجات بقى الصيف كده وحاجات المصيف اهو، حاجة واحدة كده في السريع ونطلع يعني حلة محترمة جدا اهو بالشكل ده. دي مكعب مرق يا اسلام اهو كده، رز المصري يبقى هنفلفله عادي، او لو رز بايت هتشتغلوا بيه هتحيوا الرز جدا اهو. خلصت الطبقات بتاعتي، اخر حاجه كده هقوم حاطه نص كوبايه مرقه كده من فوق الوش، هيطلع معايا حاجه في منتهى الجمال. حاجة بسيطة كده خالص ندوب، وبعدين نحطه كده ونسيبه بقى على العين الهادية خالص، البطاطس عندي تستوي وتطلع البخار بتاعها على الرز، وكله كده ايه يبقى مع بعض تمام جدا. إيمان صباح الفل. صباح النور. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه، اخبارك ايه؟ تمام والله، احنا بنحبك خالص. الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي، منوره الشاشه قسما بالله. شكرا يا حبيبتي والله، تسلمي لي، تسلمي لي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي. حضرتك يا شيفه اتفضلي. كان عندي امبارح وعايزه اعمل لها يعني حاجه تكون جديده، مش معلش كان عندك ايه؟
فراخ بايته من امبارح. فراخ بايته عندك يعني ايه؟ صدر مثلا ورك قد ايه؟ اه صدرين. اه حاضر. صينيه يعني معمولين صينيه؟ لا عاملاهم عادي مسلوقين عادي ومحمرهم في الزيت بالطريقه التقليديه عادي. حاضر يعني. حاضر هقول لك على حاجه تعمليها بيهم. عينيا يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى هنغطي وعلى نار بقى هاديه نسيبهم بقى ايه براحتهم خالص يستووا والبطاطس تستوي وتطلع بخارها كده على الرز وكله كده ايه يبقى تمام جدا عشان لما نيجي بقى نغرفه الطبقات كلها تنزل في بعض كده البطاطس مع الصوص اللي نازل من اللحمه من اللحمه مع الكلام ده كله. ملك صباح الفل. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. دايما يا رب. اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. ملك ممكن هستأذنك بس نوطي التلفزيون عشان نعرف نسمع بعض بس ممكن؟ مش هتعرفي تسمعيني كده ممكن نوطي التلفزيون عشان بس يعني نعرف نسمع بعض. اتفضلي حبيبتي انا معاكي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسالك عن الشيش طاووق. صوص؟ شيش طاووق. شيش طاووق؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. عينيا يا حبيبتي حاضر. صباحك زي الفل شكرا. بصوا عندنا قبل ما نطلع فاصل تعالوا نجاوب على الفراخ لو عندنا. طب ممكن ناخد التليفون عشان ما نسيبش الناس. رماس صباح الفل. صباح النور. ازيك يا شيخ عامله ايه؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله وحشتيني والله. الله يخليكي. يوم حبيبتي دلوقتي. تسلمي يا حبيبتي ربنا يخليكي والله شكرا جدا. جدا والله انتي منوره الشاشه تسلمي لي على الاكلات الحلوه دي. تسلمي لي يا حبيبتي والله شكرا والله بجد جدا تسلمي لي يا حبيبتي. عايزه اسال حضرتك على طريقه عمل الكسكس. حاضر عينيا. احنا عملناه طبعا في البيت تاني وهقول لك تاني نعمله ازاي. عملناه في البيت اكتر من مره باكتر من طريقه. حاضر. شكرا. شكرا يا حبيبتي صباحك زي الفل. بصي بقى موضوع الفراخ اللي عندك الباقي ده يتعمل الف حاجه يعني ممكن نعمله في صينيه جلاش ده تقطعيه وتبداي بعد ما تنسليه وتشيلي الجلد والكلام ده كله هتجيبي طاسه وهتقومي جايبه شويه زيت او مكعب زبده وبعد كده تشوحي الفراخ فيها تحطي ملح فلفل ثوم وبصل باودر شويه كاري شويه كركم شويه بابريكا تقلبي كل الكلام ده مع بعض وتبداي ان انت تحطيه تعملي عليه مثلا بصلايه فلفلايه او فلفل الوان على حسب ما انت عايزه طماطمايه مبشوره وممكن تفلفلي عليه رز وتقومي مقلباهم مع بعض وحاطه الميه بتاعت الرز بتاعتك ومسوياه هيبقى رز معمول بالفراخ ممكن تحطي معاه بسله جزر الكلام ده كله. دي حاجه. تاني حاجه ممكن تعملي بنفس الحشو ده تقطعيه وبرده مكعب زبده تحطي ملح وفلفل وثوم وبصل باودر وشويه كاري وبابريكا تحبشيه كده حلو وشويه بهار فراخ وبعد كده تقومي حاطه برده عليه بصل متقطع جوليان الفلفل متقطع جوليان وتعمليه وتحطي معلقه صلصه عليهم وعصير طماطم وتسيبيهم يغلوا مع بعض وتحطي مكرونه مسلوقه هتبقى برده وجبه ثانيه هتبقى لطيفه جدا. ممكن تعمليها لحشو المكرونه وتعمليه زي البشاميل دي برده وصفه ثالثه. ممكن تعمليه في جلاش حشو جلاش صينيه جلاش ففي حاجات كتير جدا 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 ينفع تعملي بيها بواقي الفراخ. فانا قلت لك كده حوالي اربع افكار تختاري طبعا اللي مناسب عندك او الحاجات بتاعته متوفره واعمليه على طول هتطلع في منتهى الجمال. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا ووصفاتنا ونرد على بقيه الاسئله ان شاء الله. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي هنعمل مع بعض مكرونه لطيفه جدا جدا وخفيفه وبرده كلها كده مع بعض عشان نعمل حاجات السريعه بتاعت المصايف والصيف وفي نفس الوقت برده لو احنا مش عايزين نقف في المطبخ كتير حتى لو احنا في البيت عندنا بطريقه سهله جدا هنعملها. تعالوا نشوف محتاجين ايه ليها. محتاجين لمكرونه الفراخ بالزبادي والمايونيز، محتاجين اي نوع مكرونه مسلوقه انتوا بتحبوه، وعندي صدور فراخ اي برضو صدر اتنين على حسب من اللي انتوا عايزينه، وجزر متقطع جوليان وبصل وثوم وبهارات فراخ وزبادي ومايونيز ومستردة وملح وفلفل وزعتر وزيت زيتون وفلفل الوان وطماطم شيري او طماطم عادية متقطعة جوليان كده على حسب ما انتوا حابين. هقول تاني المقادير.
عندي للمكرونه الزبادي والمايونيز محتاجه مكرونه مسلوقه، صدور فراخ، جزر وبصل وثوم، وعندي بهارات فراخ، محتاجه تاني زبادي ومايونيز ومستردة وملح وفلفل وزعتر وزيت زيتون وفلفل الوان وطماطم شريقة او طماطم متقطعه مكعبات على حسب اللي انتوا عايزينه. تمام، اول حاجه كده هحط شويه الزيت في الطاسه او في الصينيه اهو، وهبدا انزل بالفراخ اللي احنا مقطعينها شرائح. هكون مسخنه الطاسه كويس جدا، وابدا انزل كده واوزع وانزل تاني. اهو كده الشكل ده. اهو كده. نوزع كده ونسيبهم بقى يتشوحوا، عايزه الفراخ تتشوح كويس جدا. برضو الوصفه دي تنفع ببواقي الفراخ اللي برضو لو عندك بواقي فراخ تقدري تعمليها بيها. الفرق ان بدل ما احنا هنشوح الفراخ نيه هنشوحها وهي مستويه ونكمل عليها بقيه الحاجه. خلاص طيب، واحنا بنشوح كده قبل ما نبدا ندخل اي حاجه معاها هجيب شويه الطماطم دول هقوم ايه فرماهم خشن كده اهو، انا عايزاهم مفرومين خشنين اهو بالشكل ده. مين؟ ملك صباح الفل. كنت عايزه اسال ليه البيتزا بتتحرق مني في الفرن؟ الايه البيتزا؟ البيتزا هقول لك. حاضر حاضر يا حبيبتي. بصي البيتزا تتحرق منك في الفرن لو انت حاطه مشغله الشوايه قريبه من وش البيتزا تتحرق، لو انت سايباها وقت كبير جدا. برضو من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في موضوع البيتزا ان مع ان العجينه تبقى طريه لازم وقت السوى ما يزيدش عن ربع ساعه. ما ينفعش اسيب البيتزا، في ناس بتسيب البيتزا بالنص ساعه والساعه الا تلت في الفرن وتقولي اصل لسه ما استوتش. لازم درجه حراره عاليه، الفرن شغال من تحت ومن فوق، متابعه تسويه ان انا ابقى شايفه خلاص يعني ساحت من فوق يبقى اطفي من فوق، لازم اتابع التسويه اشوف اعمل ايه وما اعملش ايه وانا واقفه. تمام، وتبقى اقصى وقت ليها ربع ساعه ما تقعدش اكتر من كده. فدي الحاجات اللي بتخلي التسويه ناشفه ومش مستويه حلو زي ما احنا عايزين ومحروقه والكلام ده كله. بصي اهو كده بنبدا بقى نشوح كده الفراخ بالشكل ده اهو. عايزاهم يبقوا متشوحين حلوين، هنبدا بقى ننزل شويه زعتر. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا سيدي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ دايما يا رب الحمد لله والله كله زي الفل الحمد لله. ربنا يطمن عليك. ما ينفعش يومنا يعدي من غير ما نشوف الشيفه اسماء ونسمع نصايح الشيفه اسماء طبعا. الله يخليك تسلم ونعمل بالنصايح بتاعتها طبعا اكيد. ربنا يخليك والله، شكرا ليك ربنا وشكرا لحضرتك لذوقك. ودايما كده منورانا باكلاتك ونصايحك الجميله دي اسماء. الله يخليك، صباحك زي الفل يا استاذ حسين. الله يخليك. الله يخليك. شكرا ليك، تسلم. حط بقى شويه فلفل اسود، اي نوع بهار انتوا بتحبوه مع الفراخ حطوه. تمام، حطينا خلاص شويه الزعتر وهحط شويه في الزبادي لما نبدا نشغله اهو. هحط بقى البصل، هشوح كده البصل بالشكل ده اهو. وهشوح معاه كمان الثوم، هنشوح بقى البصل والثوم مع الفراخ مع الزعتر والبهار والفلفل الاسود اهو. الثوم كده فكه بالشكل ده. عايزه بقى اشوح كل الخضار مع بعض اهو. بصل كده ايه يدخل خلاص فك كده مع الفراخ. هبدا احط الجزر، الفلفل الالوان، فلفل اخضر عادي، زودوا بقى الكميه بالخضار كده بيبقى حلو جدا. هبدا بعد كده احط
الطماطم اهو. سليمة انا عايزة اعجن قبل الفاصل بعد اذنك. تمام. وهنبدأ بقى ايه نقرب كده الحاجات دي. الزبادي والمايونيز والمستردة وبقية الزعتر اللي موجود. وتعالوا بقى نشوح الخضار اهو كده. هنبدأ كده نشتغل بالطريقة دي اهو لحد ما الخضار عندي كله يتشوح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. محتاجاه يتشوح حلو. اي بهار انتوا عايزينه تقدروا ان انتوا تزودوه براحتكم، مفيش مشكله خالص. هبدا بس اجيب حاجه كبيره كده احسن عشان احطها جنبي هنا عشان لما تبدا الخضار يعني يستوي نبدا ننقل معاه المكرونه ونعمل الصوص بتاعنا. طيب تعالوا بقى ايه، هجيب بوله همكس فيها الزبادي المستردة المايونيز اهو الزعتر، هحط شوية فلفل اسود مش كتير، هحط معلقة ملح وهقلب كل الكلام ده كده وهقوم مخففاهم بشوية مية اهو. هبدأ كده اقلب امكس كده كل الكلام ده لحد ما كله يتمكس معايا وينعم معايا خالص، الزبادي والمستردة والمايونيز وشوية الزعتر والملح والفلفل اهو كده. كده كده دول يبقوا جاهزين خلاص. هنبدا بقى ايه، هنقل بس دول في حاجه اكبر كده عشان نبدا ان احنا نحط عليها الصوص بتاعنا ونمكس فيها المكرونه. هفضي كده كل اللي في الحل عندي بكل البهاريز اهي، وابدا ايه انزلها كده بالشكل ده ونرجعها تاني. بصوا الخضار مع الفراخ مع كل الحاجات اللي حطيناها ابتدت تتقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى الصوص بتاعي هلا. اسلام استاذنك اهو كده، هنزل كده بكل الصوص ده ونقلب الصوص بالشكل ده كده، وابدا بقى احط المكرونه. بصوا يعني المكرونه دي تتاكل بارده تتاكل سخنه تتاكل في كل الاوقات بصراحه، ممكن حتى بعد ما بتبرد بتبقى حلوه جدا وبتبقى لطيفه قوي. والخضار بصوا زود الكميه بتاعت الفراخ ازاي، حابين بقى تاكلوها سخنه حابين تاكلوها لما تبرد كزي سلطه كده او حاجه برضو بتبقى لطيفه جدا تتاكل في الحالتين. هبدا بقى ايه بقلب كده كل الخضار مع الفراخ مع الصوص مع المكرونه كله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فك كده تمام قوي كده كلها خلاص تمام. هنبدا بقى ان احنا نغرفها. اهو كده بصوا بقى صوص كريمي جدا والخضار حلو جدا اهو، خفيفه وحلوه
ومختلفة عن أي صوص أنتوا عملتوه للمكرونة قبل كده، هتعجبكم جدا بجد. تعالوا بقى يلا نقدمها، هنضف بس الطبق كده. يلا بينا، عملنا كده المكرونة سريعة جدا وسهلة، وزي ما انتوا شفتوا كده تاخدش وقت خالص. الرز انا سايباه على العين الهادية خالص خالص، مش هعمل فيه اي حاجة ولا هقلب ولا اي حاجة، سايباه اهو بصوا العين الهادية خالص، يكمل سوا براحته خالص، ويعني لو محتاج اي حاجة يبقى تمام خالص على العين الهادية كده لحد ما يبقى تمام معانا. تمام، تعالوا بقى. ايه استاذ محمد؟ صباح الفل استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الشيفه والاعلاميه اللي منور شاشه قناه تي سي الاعلاميه اسماء مسلم، الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك اللي منورين البرنامج بتاعكم صراحه يا فندم. الله يخليك، بنورك والله يا استاذ. الله يبارك فيك. عايزين طلبين حضرتك يا شيفه. اتفضل اتفضل. اولا طريقه اللازانيا. حاضر. وثانيا يا فندم، يوم الخميس اللي فات الاستاذ الاعلامي الكبير محمد شبانه ما ظهرش على الشاشه، لعله يكون خير يا فندم. والله بص ما عنديش معلومه بصراحه عشان ما اضحكش عليك، بس اكيد ان شاء الله خير يعني. اكيد احنا متابعين برنامج التي سي على طول يا فندم، عشان كده احنا اكيد خير، بس بصراحه ما عنديش معلومه عشان ما اقولكش حاجه مش صح، بس اكيد خير ان شاء الله. خير يعني ان شاء الله يا فندم. اكيد ان شاء الله، ينور الشاشه اكيد ان شاء الله تشوفه النهارده. منورين الشاشه وفي حاجه حلوه. الله يخليك، صباحك زي الفل. شكرا استاذ محمد. تعالوا بقى ايه، قبل ما نطلع فاصل كده هنقول مقادير القرص اللي بالجبنه اللي بالسمسم هنعملها. هنعمل شويه قرص بالجبنه حاجه فظيعه، وهنعجنها كده قبل الفاصل عشان ايه، استغل الفاصل في ان انا اقعد اعجن فيها اكبر وقت. عندي قرص الجبنه بالسمسم، هات لي بقيه الحاجه يا اسلام. كوبايه لبن، كوبايه ميه، معلقه كبيره سكر، ومعلقه خميره، ونص كوبايه من الزيت، وتلت كوبايه من الزبده، وبيضه ودقيق، وعندي الدقيق 4 كوبايات ونص، مقدار الدقيق 4 كوبايات ونص. تمام، وجبنه فيتا وجبنه موتزاريلا والوش سمسم وقهوه سريعه الذوبان والبيضه. محتاجه بقيه الحاجه يا اسلام لو سمحت. يبقى هقول تاني المقادير: كوبايه لبن، كوبايه ميه، معلقه سكر، معلقه خميره، نص كوبايه من الزيت، تلت كوبايه من الزبده، بيضه ودقيق، وجبنه فيتا وجبنه موتزاريلا، وللوش محتاجة سمسم وقهوة سريعة الذوبان وبيضة. تمام، تعالوا بقى ايه، أول حاجة هنعمل العجينة. العجينة هنا مقدار بتاعي هعمله الأول السوائل، يعني هحط اللبن هحط المية، الزبدة مش عندي اسلام، هحط الزيت، هحط الزيت، هحط البيض، تمام، وهحط كمان السكر. بصوا حطيت كل السوائل الاول، الخميره عكست المره دي، ما حطيتش دقيق وبعدين السوائل، لا عملت العكس خلاص. خليني اشيل بقى دول كده، الحاجات اللي احنا مش عايزينها ورا عشان نفضي الدنيا. الزبدة أنا بسيحها كنت في الميكرويف أهو، نحط مقدار الزبدة. بصوا كل بقى كل حاجة خلاص احنا ايه حطيناه، تمام قوي كده. تعالوا كده ايه نرجع ده ورا خلاص. الأول هقلب تقليبة، يعني هقلب المية واللبن والزيت والزبدة والبضاية والسكر والخميرة، هقلبهم مع بعض. بعد ما تقلبوا مع بعض هبدأ أنزل عليهم ب4 كوبايات ونص من الدقيق. وهبدأ إن أنا إيه أعجن. عايزين تحطوهم بالتدريج حطوهم، بس أنا الدقيق ده ال4 كوبايات ونص لما عملته قبل الهواء أخد مني ال4 كوبايات ونص، ورشيت في الآخر رشة كده، فدول 4 كوبايات ونص
هبدأ عجنهم. تعالوا بقى نستغل ان احنا في الفاصل، ان احنا يعني نطلع فاصل، فنستغل ان احنا هنفضل مشغلين العجان لحد ما تعجن كويس جدا جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. استنى رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كل ده بعجن فيها، محتاجين طبعا ان احنا نعجن العجينه كويس جدا، وفي نفس الوقت بصوا عايزه اوريكم الاربع كوبايات ونص، بصوا مخلياهم طريه كده. هوريكم بقى ان احنا مش هنزود دقيق، يعني هوريكم هنشتغل فيها ازاي دلوقتي حالا. ماشي، هنلم بس بمعلقه دقيق كده وهوريكم. بصوا هي طريه بس في نفس الوقت ما بتلزقش، شايفين؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. خلاص تعالوا قبل ما نشتغل في العجينه تعالوا نحط البضايه. هحط عليها معلقه من القهوه سريعه الذوبان، وهحط عليها حوالي ربع كوبايه من الميه اهو اهو كده بالشكل ده، وهقلب كويس جدا، ادوب كده كله بالشكل ده. هحطه بس في حاجه واسعه شويه عشان اعرف ان انا اغطس فيها اهو. تمام، هحطها مع السمسم، عندي شويه سمسم اهو، والبيضه بمعلقه القهوه سريعه الذوبان مع ربع كوبايه الميه. وهجيب اي ميكس جبن عندي او اي حاجه انتوا بتحبوها من الجبن. هحط كده، ممكن نجيب حاجه اصغر بس شويه، ماشي. هجيب كده واحط عليه اي جبنه موتزاريلا، شيدر، اي جبن انتوا عايزينه. انا حطيت كده جبنه فيتا على موتزاريلا، ممكن تحطوا شيدر، تحطوا جبنه رومي، اللي انتوا عايزينه، اي جبن انتوا عايزينه. حابين تحطوا عليها حتت زيتون، فلفل، زي ما تحبوا. خلاص عندي كده العجينه، هرش رش الدقيق على الرخامه كده. اديني بس صاج يا اسلام، دي الصاج المدور ده، وهبدا اسرع يا اسلام بعد اذنك. هبدا بصوا انزل، بصوا انا عايزه اوريكم العجينه عامله ازاي اهي. بصوا طريه خالص، بس بصوا تلزقش العجان طالع نظيف. شيلي العجان بعد اذنك، هبدا المها كده اهي. بصوا شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، شايفين العجينه عامله ازاي اهي. هلمها برشه دقيق بالشكل ده كده، بصوا. وهقسم العجينه دي ل 15 ل 12 كوره اهو بالشكل ده كده. يعني الحجم المناسب، يعني عايزين اكبر اصغر براحتكم. لا عشان برضو الناس تبقى عارفه يعني ان انتوا تقدروا تتحكموا في الاحجام طبعا. يعني اهو بصوا، بصوا العجينه ممتازه بجد، حلوه جدا اهو. ببدا بقى اكور كده، اخد كل كوره اكورها واحطها تخمر. تابعني في الوقت ياسر بعد اذنك، كل كرة كده احطها تخمر بالشكل ده، ولازم وانا بسيبها تخمر لازم تتغطى. خلاص خلص الكور بتاعتي اهي. بصوا العجينة ممتازة 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 ممتازة، وانتوا سايبينها تتغطى غطوها بكيس فيه مسحة زيت عشان لما تخمر ما تلزقش معاكم في العجينة اهو الشكل ده كده. خلاص نكمل بقى دول كده. بقى عندي الكور بعد ما خمرت اهي، شكلها اهي شايفين. بصوا انا حطها كيس فيه مسحة زيت بسيطة خالص اهو. بصوا العجينة عاملة ازاي، رهيبة حلوة جدا اهي. خلاص بمسك كورة
اهي، وبصوا بقى بقوم حطاها في ايدي من الناحيه الثانيه كده، وبهبط وبقوم حاطه حشو واقفل عليها اهي، واقفل عليها كده. بصوا العجينه عامله ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه، طريه جدا اهي. وابدا اقفل الكوره تاني تمام، وهعمل ايه بقى، هغطس في البيض والقهوه سريعه الذوبان وشويه الميه دول، هغطس كده واقوم حطاهم في السمسم تمام اهو الشكل ده، اقوم شايلاها واقوم مظبطه كده شكلها على شكل كوره تاني اهي، واحطها في الصاج. بس بعد قبل ما احطها في الصاج اقوم عامله ايه، فتحتين ثلاثه كده عشان تبقى مفتوحه معايا كده بعد ما تستوي. خلاص اهو عندنا وقت نعمل واحده كمان، يلا بينا اهي. بصوا بسيبها كده، بجيبها من ظهر على الظهر على طول، بحط حشو بقفل عليها. بصوا العجينه طريه وحلوه جدا اهي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. بقفل الكوره بتاعتي، بغطس اهو، بطلع على السمسم وبقوم مظبطه الكوره تاني بعد ما بحط السمسم اهو. قبل ما احطها في الصينيه بقوم عامله ثلاث فتحات كده تديني شكل حلو جدا، لما بتبدا تستوي بيفتحوا كده الفتحات دي. خلاص يبقى احنا هنكمل الصينيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا بقى ايه اوريكم المستوي، ننظف بس الدنيا. طيب تعالى نرصه يلا هناك. بصوا بقى المستوي، بصوا الجمال، بصوا عامل ازاي اهو. هبدا بقى ان انا انقله، طريه جدا وحلوه وحاجه مش قادره اقول لكم الحلاوه عامله ازاي اهو، بالشكل ده كده اهو. بصوا في حتت الجبنه طلع عادي جدا، الجبنه بظه كده من القرص بتاعت الجبنه، بجد وصفه في منتهى الحلاوه، حلوه جدا. ممكن نحط دي هنا كده اهي. تعالوا بقى ايه نغرف الرز. هنجيب حله بقى الرز بتاعتنا، نحط بس ده كده اهو، نبدا ايه نقلب بقى الرز بتاعنا. مش لازم ينزل قالب، عادي هينزل كله على بعض كده، انا عايزاه كله يبقى مع بعض، ينزل كده بالبهارات بكل الكلام ده على الرز عشان يدينا بقى الطعم الحلو الفظيع. بصوا بقى تعالوا بقى ايه نوقعهم كده شويه عشان بصوا البطاطس شايفين استوت ازاي. نبدا بقى نوزع الرز اللي بالبطاطس اهو بالشكل ده. بصوا البطاطس مستويه جدا وحاجه كده في منتهى الجمال. ننزل بقى البهاريز بتاعته كلها على الرز اهو، زينه بقى باي حاجه خضراء كده بتبقى لطيفه جدا. وده كده خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده، عملنا عيش بالرز والبطاطس، وعملنا قرص الجبنه، وعملنا كمان مكرونه بالزبادي والمايونيز بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.